وخاصة نحن نعرف بأن أوكرانيا في الفترة الأخيرة أصبحت فيها المعيشة صعبة جدا، هناك انقطاع كامل للمواد الغذائية وكذلك بعض المواد الأخرى بسبب الحرب بسبب الحصار. والطالب إبراهيم السعدون هو أحد هؤلاء الذين أصبحوا يعملون من أجل أن يأكلوا من أجل أن يعيشوا، رغم أنه هو كان يريد حسب ما وصلتني بعض المعلومات الخاصة من داخل أوكرانيا بأنه كان يريد أن يخرج من المدينة التي سلم نفسه بها إلى الانفصاليين الموالين لروسيا، ولكن لم يستطيع الخروج من مدينة دوناباس أو القرى المحيطة بها بسبب القصف الكثيف أو بسبب كذلك الحصار الكبير عليه وعلى من يتواجد في هذه المدينة من قبل القوات الروسية أو القوات الانفصالية.